تحدياتنا كبيرة بسبب وباء كورونا، جائحة كورونا، وضع الاقتصادي، انهيار أسعار النفط، وهناك تداعيات أخرى والعلاقة بالصراع الأمريكي الإيراني. مع الأسف الشديد هناك من يدعي أنهم عراقيين يعملون على تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراع. الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران أعلنوا كلا الطرفين أنهم لا يريدون العراق يكون ساحة للصراع أو تصفية حسابات على أرض العراق، لكن يشوف باستمرار جماعات بعيدة كل البعد عن المسؤولية الوطنية تعتقد تمتلك قرار الحرب والسلام. قرار الحرب والسلام تمتلك فقط الدولة، أي طرف خارج الدولة من حقه يعلن حرب والسلام.